الدور الذي تلعبه هيئة علماء المسلمين حالياً بالنسبة لما يحدث في العراق، خاصة في ظل المطاردات التي تعرض لها قادة الهيئة سواء في عهد الاحتلال أو في ظل الحكومة العميلة لإيران؟ لم تتوانى الهيئة عن العمل في العراق على الرغم من التحديات التي تواجهها من الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال والقتل والاعتقال لكثير من أعضاء الهيئة، وهي تعمل على عدة جوانب، منها ما هو ظاهر للعلن ومعلوم للجميع، ومنها ما هو غير معلن بحسب الحال ومقتضياته. وكل قسم من أقسامها يعمل وفق رؤية عامة وأهداف مرحلية ومستقبلية يحاول جاهدا تحقيقها ضمن الخطة المرسومة له. وهناك أعمال متعددة خدمية واجتماعية وعلمية وإنسانية تقوم بها بعض أقسام الهيئة لتطلب المرحلة ذلك، كالأعمال الإغاثية والاجتماعية والثقافية والعلمية والنشاط التوعوي والتوثيقي. وكل هذه الأعمال والجهود والخطط تركز على الهوية الوطنية بعيداً عن الطائفية والعرقية، مع تأكيد رسم ملامح مستقبل جامع للعراقيين جميعاً بلا إقصاء، فضلاً عن التحرك الإقليمي والدولي قدر الإمكان لبيان حقيقة ما يجري في العراق، بعيداً عن التضليل الإعلامي الحكومي والأمريكي والسعي المستمر لجمع القوى الرافضة للعملية السياسية على مشروع جامع لإنقاذ العراق والمنطقة مما تعانيه، وإيقاف التدخلات المضرة بالعراق والمنطقة والتحذير منها. وما رؤيتكم للثورة التي اندلعت في أنحاء متفرقة من العراق في هذا التوقيت؟ يمكنني هنا الرجوع إلى الوراء زمنياً والاستشهاد برسالة مفتوحة إلى العشائر العراقية، وجهها باسم الهيئة الأمين العام الراحل الدكتور حارث الظاري رحمه الله بتاريخ 11 من شهر تشرين الأول عام 2007، وهي تحمل أفكاراً ومعاني تتطابق تماماً مع الأحداث الجارية حالياً في البلاد، وبما يدل على استشراف الهيئة المشهد العراقي وتوقعها لمتغيراته التي شهدتها سنوات الاحتلال. وجاء فيها: عليكم أن تتذكروا مجلس الحكم الذي قسم البلاد لأول مرة تقسيماً عرقياً وطائفياً، ثم الدستور الذي أرسى دعائم هذه المحاصصة وعدلها القاعدة لتتحول من النظرية إلى التطبيق، ثم سياسات القتل الطائفي التي تبناها المحتل وساعدته في ذلك قوى الشر من الداخل والخارج لترسيخ الانقسام، ودفعنا جميعا ثمنها غاليا من دماء أبنائنا، ولازلنا ندفعه مجانا بسبب فتن الاحتلال والسياسات الممالئة له ممن ارتضاه الاحتلال لحكمنا. كل ذلك مخطط له ليصب في سياق إضعاف العراق وأهل العراق. هذا ما قالته الرسالة في عام 2007، وهذا ما حصل ويحصل الآن، ويثور من أجله أهلنا في جنوب العراق تعبيرا عن استيائهم من التدخل الإيراني واستخدامه الطائفية جسرا لمصالح إيران القومية وسطوته عن طريق أذرعه في الحكومة الحالية وميليشياتها ونهبهما المنظم ثروات العراق ومقدرات عيش العراقيين الذين لا يجدون عونا لهم إلا الله. وهل ترى أن مشاركة محافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية في تلك الثورة مؤشر لعودة أهالي تلك المحافظات إلى الحضن العراقي البعيد عن الطائفية؟ نعم، وأسميها عودة الوعي بمأساة الاحتلال وزوال غشاوة العملية السياسية وافتضاح دعاوى الطائفية، وكيف أنها كانت لإبعاد العراقيين عن البعد الوطني الجامع لهم. وأعود لاستذكار رسالة الهيئة متقدمة الذكر للعشائر، حيث جاء فيها في هذا المعنى: إن ثمة ما هو أدهى وأمر، وقد عمدت هذه الدولة الجارة هي ومن تعتمد عليهم في العراق إلى أساليب التصفية الجسدية لكل من يعارضها في مشاريعها التوسعية وأطماعها غير المشروعة، ولا سيما في جنوبنا العزيز،
وقد قتلت الكثير من رؤساء القبائل من المشايخ العموم في الجنوب، ورؤساء القبائل الصغيرة، ورؤساء الأفخاذ الذين يعارضون الاحتلال ويعارضون الفيدرالية وأي تدخل أجنبي في بلدنا العراق الغالي. وما هي انعكاسات تلك الثورة على الساحة السياسية العراقية؟ بلا شك انعكاساتها إيجابية وإن تأخرت أو قمعت التظاهرات، فالمحصلة أن أساساً متيناً للوعي قد تم وضعه للبناء عليه مستقبلاً، وأن خطوطاً حمراً عدة قد تم تجاوزها كمطالبة الجماهير بخروج إيران من العراق واتهامهم الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بالتبعية وخدمة مصالح دول أخرى على حساب العراق وشعبه وسرقة خيرات العراق، والمطالبة بإنهاء العملية السياسية واستنكار دعم المرجعيات الدينية للعملية السياسية وحكوماتها الفاسدة المتعاقبة. وتعبر هتافات وشعارات المتظاهرين عن هذه المواقف والمعاني جميعا، وبما يدل على وعيهم بالخطر المحدق بالعراق، وكل هذا خطوات في الاتجاه الصحيح. وكيف ترى تأثير العقوبات المفروضة على النظام الإيراني والثورة المندلعة داخل إيران على مخططات إيران في العراق والمنطقة؟ لا تأثير كبير وملموس للعقوبات حتى الآن، فالولايات المتحدة تتبع سياسة النفس الطويل مع إيران وفقا لحسابات الاستفادة منها في المنطقة لصالح مخططات خاصة بها، بخلاف جديتها ومسارعتها لاتخاذ الإجراءات تجاه دول أخرى في المنطقة. ولا ننسى أن هذه العقوبات أو التهديدات الأمريكية الإيرانية ليست جديدة، فمنذ سنوات يبدأ كل رئيس أمريكي جديد بإطلاق التهديدات ضد إيران، ثم نرى انعكاسات هذه التهديدات تقع وبالا على بلدان العربية مع تمدد إيراني أكثر في المنطقة وقطف ثمار ناضجة. زارت وفود لكتل سياسية عراقية مشيخة الأزهر في الأيام الماضية، فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مشيخة الأزهر خاصة في ظل وجود احتقان مذهبي داخل العراق؟ للأزهر تأثير معنوي كبير في العالم الإسلامي، ومواقفه مطلوبة لتعزيز حقائق الصراع والتحديات في المنطقة، وهو قادر على ذلك إذا ما توفرت الرؤية الدقيقة لما يجري. ونلمس بين حين وآخر محاولات للتشويش على هذه الرؤية، ولا سيما من النظام السياسي الحاكم في العراق أو بعض المؤسسات الدينية المحسوبة عليه أو المرتبطة به إداريا، وهذه المؤسسات غير أمينة للأسف في نقل الصورة الحقيقية للعراقيين ومعاناتهم للأزهر وغيره من المؤسسات الدينية في العالم العربي، وهذه مشكلة طالما نبهنا عليها. في النهاية، ما هي مطالبكم من مصر والعرب والجامعة العربية في المرحلة المقبلة؟ مطالبنا أن يسمعوا من العراقيين لا مما يدعي تمثيلهم، وأن تكون المواقف عبر نافذة الشعور بمأساة العراقيين الحقيقية لا عبر وجهة نظر النظام السياسي القائم في بغداد التي ينقلها هذا الطرف أو ذاك، مما يسعى لترسيخ صورة غير حقيقية عما يجري في العراق، وينتبه لمحاولات التسلل الإيرانية لمصر، وأن يعملوا على الوقوف بحزم تجاه الآثار السلبية لذلك سياسياً واجتماعياً وثقافياً.